أشار صاحب الخلق العظيم عليه وآله الصلاة والتسليم إلى أن المنافق هو من اتصف بخصلة واحدة من الخصال من الخصال والصفات الأربعة مورد الحديث الشريف. سيأتينا الحديث. هذا ينطبق عليه عنوان المنافق، يوجد خصال أربعة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول من يتصف بخصلة من هذه الخصال بصفة من هذه الصفات ينطبق عليه عنوان المنافق. أما المتصف بكل الصفات فيقول هذا خالص في النفاق. إذن يوجد منافق ويوجد خالص في النفاق. ويقول وأما المتصف بها جميعا فهو خالص في النفاق ورمز ومرجع وإمام للنفاق. أين هذا نجده؟ في هذه الرواية. وصلنا إلى الرواية 85. قال الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، يقول أربع من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، يعني ولو واحدة من هذه الأربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي هذه الخصال؟ ما هذه هذه الصفات؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. واضحة هذه الخصال.